السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير، برك عواشيركم. انا غنوريكم طريقه تحضير لاصوص ديال البيتزا. بنات عندنا الفلفل الحمراء وعندنا البصله ومطيشه، ها هي مقصوله ودايره، غنحيدو لها، غنقوها بحال هكا، غنحيدو لها هاد الراس ونديروها بكلشي ليها. وعندنا ورق سيدنا موسى، الثوم والملحه والزعتر والسكينجبير والبزار والكامون، ها هو هنا التوابل هنا والتحميره والربيع. ديك الفلفله وداكشي كله بدات كتذوب وبدات كتهضر. الثوم وراه سيدنا موسى غادي يطلق ديك النسمه ديالو ملي نبغوا نطحنوا نحيدوها، ديك النسمه نحيدوها، نبقاو عليها هكايا تذوب ديك مطيشه كلها تذوب، عاد اش نبقاو عليها الفلفله والبصله وكلشي بدات كتذوب. ها المقابض دابا غنقيل عليها تفارق، ها هي غنخلوها دابا تتبرد. صفار مسرعة ومشروع
تصفى مزيان حوت عاد ملي غتصفى غندير لها التوابل وغنديرها فوق ديالها نشعلوا عليها مازال غنديرهم فوق النار غادي تزيد الطاقه اكثر ونزيدو عليها سكين كبير حميره وزعر كامل الزعفران نخليو حتى الاخر حتى الاخر عاد غنحكو على هاي الصلصه ديالنا مشتات كنتمنى تجربوها ما غاديش نلمو عليها صوصت مشتات وشكرا.